النهارده على الاسيد بيس بالانس. احنا عندنا تحليل كده مهم بنعمله في النهارده. هو الموضوع طبعا بتاع الاسيد بيس مش بس نفرولوجي، لكن هيجي وقته كتير بالذات في الجست السنه الجايه ان شاء الله. احنا عندنا تحليل كده بنعمله اسمه غازات بالدم، بلاد جيزس. تمام، البي اتش بيبقى فيه قياس كده للبي اتش اللي هي بتفهمنا اذا كان في اسيدوز او الكالوزس. فالبي اتش دي بتبقى 7.35 ل 7.45، من 7.35 ل 7.45. ودي بتقاس يعني البي اتش، لو انا اعرف عايز اعرف تفاصيلها مش مهم عندنا، بس هي عباره عن نيجاتيف لوجاريزم بتاع الهيدروجين آيونز. معنى ان كل ما الهيدروجين آيونز اللي بتمثل الاسيدوزس دي تزيد، البي اتش عامله علاقه طرديه، البي اتش تقل. كل ما الهيدروجين آيونز تقل البي اتش تزيد. مش مهم قوي، لكن المهم بالنسبه لي ايه شويه تعريفات كده في الاول. الاسيدوزس في المطلق نعرفه على انه البي اتش تكون اقل من 7.35. في كتاب مثلا او في محاضره بيتكلم على الفرق بين كلمه اوزس وايميا. يعني ايه؟ يعني اسيدوزس ولا اسيدينيا؟ فدي فزلك. اوزس دي البروسس يعني الباثوجينيسيس. ايميا معناها ان فعلا الرقم، اسيدينيا يعني فعلا الرقم تحت 7.35. اسيدوزس بس هو طبعا اشتهر بيتقال عليه اسيدوزس. اسيدوزس ده معناه ايه؟ الميكانيزم البروسس نفسها اللي بيدخل فيها بيتغير البي اتش. لكن اسيدينيا يعني لا، لما اسم فعلا البي اتش انها اتغير ملهاش اي لازمه، كبر مخك مش هتفرق كتير. احنا المهم الاسيدوزس او الاسيدينيا البي اتش تبقى تحت 7.35. ده التعريف الاولاني المهم. طيب احنا عندنا بقى البي اتش ده الاي بي جي قصدي بيقيس حاجتين تانيين غير البي اتش. بيقيس البريشر بتاع السي او 2 لان ده مصدر السي او 2 عندنا هو مصدر الاسيد، لان هو اللي بيطلع الاسيد ازاي؟ بيتفاعل مع الميه في الجسم بيتحول لحاجه اسمها حمض الكربونيك. ده دوره الكربونيك ده بيطلع هيدروجينز كتيره كده. فاذا السي او 2 يبقى طلع لنا في التحليل ده البريشر بتاع السي او 2 يبقى طالع في التحليل. وايه كمان بيبقى طالع في التحليل؟ ال اتش سي او 3 ده المصدر بتاع الايه؟ ده المصدر بتاع ايه؟ بتاع الالكالاين عندنا. التحليل بيطلع فيه ايه؟ بيطلع فيه البي اتش كده في النص. كام طلع كام؟ الرينج بتاعها زي ما قلنا من 7.35 ل 7.45. بيطلع لنا عدد الاتش سي او 3 وبيطلع لنا
البريشر بتاع السي او 2. الارقام دلوقتي يعني بس نفهم الفكره. فده الناتج اللي بيطلع في الاي بي جي بتاعنا. كويس، اول حاجه خدناها ايه؟ ان لو انا عندي اسيدوزس هيبقى البي اتش اقل من 7.35. طيب السؤال بقى، هو انا ليه عندي اسيدوزس او حرفيا اسيدوزس؟ يعني شفت الاسيد في الدم خلاص. طيب انا ليه عندي اسيدوزس او حرفيا اسيدوزس؟ عندنا احتمال من اثنين، يكون السي او 2 زاد يا ال اتش سي او 3 قل. تاني احنا يبقى عندنا ايه؟ ميزان كده، كافة ميزان كده. الميزان ده بيعمل ايه؟ بيظبط البي اتش، يخليها لنا بالرقم ده. وهو يمثل ايه الرقم ده؟ يمثل ريفريكشن كده على الهيدروجين ايونز. كويس، ايه اللي مخليه متزن؟ الكلاين هنا مصدره ال HCO3، وهنا بريشر بتاع ال CO2، ده غالبا مصدره اللانج او الريسبيراتوري سيستم، وده بيبقى التيشوز الثانيه سبيشالي الكدني. حلو، طيب ده كده الدنيا مظبوطة، الميزان كده مظبوط، ده قد ده. طيب هنعمل خلل في الميزان ده، اللي هو هنعمل ايه؟ هنخلي البي اتش اقل من 7.35، هنخليها نشيل الاقل دي ونخليها 33 مثلا، كده اسمه اسيدوزس. عندي احتمال من الاثنين، يا ال اتش سي او 3 قلت، يا اما يكون البريشر بتاع السي او 2 زاد. بس ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ اللي يخلي الدم حمضي يكون الحمض زايد، مصدر الحمض زايد، اللغه العربيه الفصحى اللي هو الاسيد يعني الهيدروجين ايونز اللي هي السي او 2، او يكون الالكلاين بتاعي قل. خلاص، من هنا جاب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الكلاسيفيكيشن. اوف اسيدوزس ان انا عندي الكلاسيفيكيشن بتاع الاسيدوزس ده ممكن يكون ايه وممكن يكون ايه؟ ممكن يكون نقص الالكالاين او زياده او زياده الاسيدك. كويس، نقص الالكالاين ده، نقص الانسولين ده سموه ميتابوليك اسيدوزس. زياده البريشر بتاع السيول ده سموه ريسبيراتوري اسيدوزس. بقى عندي كام نوع دلوقتي؟ اربعه. كاني لما بيجي لي، انا لما بيجي لي اي بي جي وانا قاعد في الاستقبال، فبمشي بالخطوات الاولانيه. اول حاجه مين؟ البي اتش طلعت اسيدوزس، ابص على
البريشر بتاع السي او 2 والاتش سي او 3. لو الاتش سي او 3 قليل والبي اتش قليله يبقى ده ميتابوليك. خلاص يبقى ده حاجه ميتابوليك. طب لو لقيت لو البي اتش قليله والبريشر بتاع السي او 2 زياده يبقى دي حاجه ايه؟ حاجه ريسبيراتوري. ده سو سيمبل ويز يعني. تمام؟ طيب برضه لسه في احنا في الاول خالص. ده كده كلاسيفيكيشن للاسيدوزس. ما قلناش فيه الاسباب ولا حاجه. طيب عندنا بعد كده ايه؟ الالكالوزس. الالكالوزس تعريفه ان البي اتش اكتر من 7.45. طيب ايه اللي يعمله كده؟ اللي برضه اتنين، يا اما المصدر بتاع الاسيد قل، يا اما المصدر بتاع الالكالين هو اللي ايه؟ هو اللي زاد. ده سموه ايه ده؟ ده سموه ايه؟ سموه ميتابوليك. وده سموه ايه؟ ريسبيراتوري. يبقى برضه عندي نفس الكلام. ايه نفس الكلام؟ كلاسيفيكيشن اهو. الكالوز. في مثل الكالوز. واحد ميتابوليك. ساعتها البي اتش فوق 7.45 خلاص ان الاتش سي او 3 زياده. اثنين ريسبيراتوري. الاقي البي اتش برضه فوق 7.45 الا ان البريشر بتاع السي او 2 ايه؟ قل عن النورمال. خلاص بقى عندي كام حاجه دلوقتي؟ كام متغير؟ اربعه. بقى عندنا اربع متغيرات. اللي هم ايه الاربعه؟ اولا هم اتنين كبار، الاسيدوزس اللي هو البي اتش اكتر سوري اقل من 7.35، والالكالوزس اللي هو البي اتش اكتر من 7.45. والاسيدوزس متقسم الميتابوليك ريسبيراتوري. البريشر بتاع السي او 2 هيزيد، الميتابوليك الاتش سي او 3 هيقل. الالكالوزس نفس الكلام، ميتابوليك ريسبيراتوري. الميتابوليك الاتش سي او 3 هيزيد، ريسبيراتوري البريشر بتاع السي او 2 هيقل. قالوا حاجه حلوه قوي لو خدت بالكم، قالوا دايما في الميتابوليك الاتش سي او 3 بيمشي مع البي اتش، بمعنى ان الاسيدوزس لان الاثنين قليلين في الالكالوزس اهو برضه هتلاقي الاثنين زايدين، اتش زياده والاسيدوزس زياده، يبقى ده ماشي، يبقى كده ماشي معايا الميتابوليك اهو. في الريسبيراتوري لما تكون حاجه طالعه ريسبيراتوري في الاسيدوزس البي اتش بتقل والبريشر بتاع السي او 2 بيزيد، مش عكس بعض. في الالكالوزس برضو البي اتش بتزيد والبريشر بتاع السي او 2 بيقل، مش عكس بعض. دي حاجه يعني فور فان كده، انت عايز تعرفها ماشي، مش عايز مش هتفرق. المهم افهم، احنا محتاجين بس نبقى فاهمين الموضوع بشكل ما، لان احنا عندنا متغيرات كده مهمه في البي اتش والحاجات زي كده، لغايه ما نخش بس على حوار الاسباب ده. هناخد مثال او فكره وبعدين نبقى نتكلم في الاسباب. مثلا ناخد المثال الاولاني، حاله ميتابوليك اسيدوزس.
هنحاول نتوقع فيها المتغيرات. احنا عندنا 3 متغيرات زي ما اتفقنا، البي اتش ده سهل جدا اعرفه، الاتش سي او 3 والبريشر بتاع السي او 2. انا هبص سايت عشان اقلف المساله دي. هبص ازاي؟ بص هبص في كلمه سيما ميتابوليك دي، خلينا في كلمه اسيدوزس. اسيدوزس يعني البي اتش عامله ازاي؟ عشان نكتب بس البي اتش اقل من 7.35 يبقى كويس. فاضل لنا ميتابوليك. ميتابوليك دي ماشيه مع اللي هي مين الميتابوليك؟ الاتش دي ولا البشر بتاع السي او 2؟ الاتش دي مالها عشان تعمل اسيدوزس تقل؟ يبقى الاتش دي في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتقل كده زي ما اتفقنا، هي ماشيه مع البي اتش. تعالى نتخيل ده يكون شكله ازاي. البريشر بتاع السي او 2 ده بيعمل حاجه اسمها كومبنساتو، يعني يحاول يعوض. انا هنا لو توقعنا الخلل فين الاي بي جي ده مبدئيا كده، الاي بي جي ده يقف هنا كده خلاص. الخلل فين؟ ممكن يكون الخلل في الكدني مثلا، لكن اللي تمام وسليم في الحاله دي مين؟ الريسبيراتوري سيستم، لانه ملوش دعوه مش هو السبب. فعشان عشان يعمل لنا يحاول يعوض المشكله دي، انا عندي اسيدوسس عايز اعوضه، عندي اسيدوسس سبب الانسولين ناقص، اروح مقلل كمان السي او 2. الريسبيراتوري سيستم يعمل كده، يقول لك خلاص يعملها ازاي الحركه دي؟ يعمل كده، اللي عندهم اسيدوسس يعمل كده ويفضل ينهج كده. ليه بينهج؟ عشان السي او 2 يطلع، يبقى السورس بتاع الاسيد قل، فالبي اتش تحاول ايه؟ تعدل شويه. خلاص يبقى اذا العيان هلاقي حاجه غريبه جدا، عشان تبقى الاي بي جي ده على بعضه كامل كده، هتلاقي كله بيقل. البي اتش بتقل طبعا، الاتش سي قليله لان ده السبب الاساسي، مفيش فيه ابزوربشن للالكلاين، راح السي او 2 ساعدنا. ممكن الحكايه دي تحصل وممكن ما تحصلش، ممكن تحتاج وقت، عشان كده تلاقي دايما الريسبيراتوري ده يتقسم لاكيوت وكرونيك، يعني الموضوع خد وقت ما خدش وقت، حاجات زي كده. الفكره ايه؟ الفكره انه بدون دخول في تفاصيل اللي هتيجي بعد كده، لما تيجي قدامي اي بي جي في كومنتري في كيس يعني ام اس كيو زي دي كده، بي اتش قليل، اتش سي سي قليل، الريجر بتاع السي او 2 قليل، ده ميتابوليك اسيدوزس في محاولة للكومبنساتوري، ده ميتابوليك اسيدوزس في محاولة للكومبنساتوري. مين اللي بيلعبها المحاولة دي؟ مين اللي بيلعبها المحاولة دي؟ مين؟ الريسبيراتوري سيستم. خلاص ممكن تبقى موجودة زي ما قلت لكم، ممكن تبقاش موجودة، هتيجي لها تفاصيل بعد كده. لكن المهم ان انا مشيت واحدة، حطيت البيتش قليلة خلاص، عايز أعرف المشكلة فين. البيتش القليلة دي معناها إيه؟ معناها أسيدوزس. طيب فين في دول أسيدوزس؟ ناقص البي سي أو 2 أسيدوزس؟ لا، ناقص البي سي أسيدوزس، يبقى ده البداية ميتابوليك خلاص، وده كان ليه رد الفعل. التاني ده حصل معاه رد فعل، يحاول يعمل الكالوز، يحاول يصلح شويه. يبقى اذا اخد بالي لو لقيتهم كلهم ماشيين مع بعض كده لتحت، اسمه ميتابوليك اسيدوسس، كلهم دول ماشيين لتحت خلاص، يبقى انا بتكلم ميتابوليك اسيدوسس. بيحاول السي او 2 يصلح عن طريق انه يعمل ايه؟ يوش يطلع، يقلل الاسيدوزس شويه، لكن البدايه كانت في نقص الاتش سي او 3 دي البدايه. تمام؟ طيب المثال الثاني الريسبيراتوري اسيدوزس. الريسبيراتوري اسيدوزس مش بس كده، الريسبيراتوري اسيدوزس
عندنا برضو البي اتش زي ما هي قليله، يعني ده معنى الاسيدوزس. لكن مين المشكله؟ مين المشكله؟ البريشر بتاع السيوت هو اللي زياده، قلنا ان دايما ريسبيراتوري يبقى معاه، يبقى ماشي عكس البي اتش اهو، عكسه. طيب اتوقع الاتش تو سي عامله ازاي؟ يا الالكالاين بتعمل ايه؟ تحاول تعمل ايه؟ تحاول تزيد عشان تعوض، حاول برضه تزيد عشان تعوض. لكن البدايه عندي هنا كده، البدايه عندي كده، خلايا الدنيا عامله كده، البي اتش ماشيه في وادي لتحت، والاتش سي او 3 والبريشر بتاع السي او 2 هما الاثنين زياده. في الحاله دي بقول على المعيل ده عنده ايه؟ عنده ريسبيراتوري اسيدوزس. طيب هل في محاوله تعويضيه؟ انت شايف في محاوله تعويضيه؟ اه والله شايف، هو الاتش سي بيحاول يزيد، بيسموها كومبنساتوري ميتابوليك، يعني ميتابوليك هو اللي بيحاول يعمل ايه هنا؟ يكمبنسيت. لكن لازم اعرف المشكله فين، لازم اعرف المشكله فين، يعني البدايه فين في الحاله دي. قلنا البي اتش لو مشيت مع الاتش سي او 3 كده هما الاثنين قليلين كده اسيدوزس ميتابوليك، هلاقي ساعتها البشر بتاع السيدوز يحاول يعمل ايه برضه؟ يحاول يقل، كلهم مع بعض كده قليلين. ده الصوره المثاليه الميتابوليك اسيدوزس اللي معايا محاوله من الريسبيراتوري سيستم. كنا فين؟ الريسبيراتوري اسيدوزس، بنلاقي الاسيدوزس ان هو البي اتش بيبقى تحت 7.35، المشكله موجوده في البريشر بتاع السي او 2 بيبقى عكس البي اتش بيبقى زياده كده. طب ايه المتوقع في الاتش سي او 3؟ ان يحاول يكمبنسيت يزيد معاه، فده بيسموه كومبنسيتوري ميتابوليك. دول الاثنين اسيدوزس اللي عندنا. لما تكون عندي مثلا مثال كده البي اتش تحت 7.35
متوقع يكون عندي 2 اي بي جي، احفظهم بس كده او اركز فيهم يعني. يا اما الاي بي جي ده خلاص، يا اما الاي بي جي ده، ده الاي بي جي ده بتاع ايه بقى؟ قلنا كده لو في اختيارات دارس بلاتي اسيدوزس ولا ميتابوليك اسيدوزس. شوف اللي معانا عايز ايه. اي حد ما سمعتش ايه السؤال. اختار واحد ولا اثنين. تمام. كومبنسيتد ولا لا؟ في محاولة للكومبنسيشن ولا ما فيش؟ في محاولة للكومبنسيشن ولا ما فيش؟ طبعا في محاولة للكومبنسيشن. تمام. يبقى اذا ايه؟ ريسبيراتوري اسيدوز. طب نيجي للمثال ده، بي اتش تحت 7.35 بقى في الاسيدوز، البريشر بتاع السي او 2 ده بيكتبه في الاول والسي بعد كده يكتبه بعد كده. نتوقع ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الاتش سي اس 3 هو اللي قليل، البريشر بتاع السي او 2 قل معايا. خلاص؟ طيب ده برضو في الاختيارات، ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ تمام، ميتابوليك كومبنسيت صح، ميتابوليك كومبنسيت. انا بشوف مين ماشي مع البي اتش، خلاص بشوف ايه الاسيدوزس فين اهو. طب مين من دول اسيدوزس؟ ده اسيدوزس ده مش اسيدوزس. طيب ناخد المثال التاني بقى، الالكالوزس. حد عايز يسأل؟ حد عايز يسأل قبل ما الالكالوزس معناه ان البي اتش هتبقى فوق ال 7.45، بمعنى ايه؟ مثلا 7.46، 7.48، اي حاجه من الارقام دي. طب عندي كام احتمال بقى؟ عندي احتمالين، بي اتش فوق ال 7.45، البريشر بتاع السي او 2 قليل، وال اتش سي او سي بي قليل برضه. طيب ده يتقال عليه ايه؟ ريسبيراتوري الكالوزس ولا ميتابوليك الكالوزس؟ ما رايكم؟ زاد فضلكم. تمام، يتقال عليه ريسبيراتوري الكالوز. طيب معاك محاولة للكومبنسيشن ولا معهوش؟ معايا. اتش سي ال اهو. طيب نيجي للبي اتش التاني، بي اتش فوق 7.45 يعني زي ما قلت لكم طالعة 46،
طلع 47، اي رقم طلع كده. البريشر بتاع السي او 2 بتاع العيان ده طلع زياده، الاتش سي او 3 طلع زياده. هنا بص فين الالكالوزس، هو فين الالكالوزس في الحكايه دي؟ الالكالوزس اوله هنا، ده مش الكالوزس ده اسيدوزس، يبقى ده الاول. يبقى ده لما اديني اختيارات ده ميتابوليك الكالوزس ولا ديسبيرات الكالوزس، يبقى ميتابوليك. امال ليه سي او 2 زياده؟ بتحاول تعوض. طب هي عملت تعويض كامل؟ لا، لان لو عملت تعويض كامل كنت هتلاقي البي اتش اتظبطت. خلاص، يعني دي الافكار المكلكعه اللي في الموضوع. ناخد كذا مثال نحلش مع بعض شويه ام اس كيو كده، عشان ايه؟ نشوف انتوا يعني فاهمين ولا مش فاهمين. بي اتش طلع، ناخد ارقام بقى المره دي. خلاص، بي اتش طلع 7.32 لغايه بس ما تيجي تحفظه، هحط لكم نورمال. اتش سي او 3 طالع 16، كاتب النورمال 102 ل 28 28. الكلام ده بيبقى فيه خلاف شويه، طبعا احنا هنحفظ اللي في المحاضره. تمام، البريشر بتاع السي او 2 طالع 33 مللي متر مركري، هو نورمال زي البي اتش. دي حاجه لطيفه، بتاخد الحته دي من البي اتش مش صعبه. نورمال 35 مللي متر مركري، 45 بيقيسوا ضغط الماس مغذيات بالدم، ليه بيقيسوا ضغط السي او 2 يعني. ويديك عليها اختيارات، الاول ده ميتابوليك الكالوزس، ده ريسبيراتوري كالوزس، ده ميتابوليك سيدوزس، بس كومبنساتوري ريسبيراتوري الكالوزس، ولا ده ريسبيراتوري سيدوزس بس كومبنساتوري ميتابوليك الكالوسيس. هنختار مين صح؟ رقم 3. طيب، هل في حد من اللي موجودين محتاج يفهم هي جت ازاي او حاجه؟ كل الشباب اللي معانا فاهمين الحوار ده؟ خلاص، بس يعني عشان في عمق شويه في الاول. الدنيا حلوه، ناخد مثال تاني. حد يرد؟ تمام، ناخد مثال تاني عشان بس الدنيا ايه؟ المثال يتضح الكلام. هي دي معلش دي تميزها ملي ايكويفالنت بالليتر، هو ده اللي بنملي المركب. تماما يعني. يلا قولوا انتوا بقى من غير اختيارات عشان بس. يلا يا شباب، احنا مش عايزين اجابه واحده، عايزين كل الموجودين يجاوبوا اطمن اخش في النقطه اللي بعدها. هنتكلم في موضوع الكومبنسيشن ده وبيحصل على طول ولا لا، وكان بالظبط وكده هيجي بعد شويه.
دكتورة أسماء، هنتكلم في الموضوع ده بعد شوية. يبقى هو ده، هبص هعمل ايه، احلها ازاي؟ دي الكالوسس، ده خلاص الكالوسس، ما استعجلش، بس اشوف دي ايه، دي ايه، دي اللي هو الناقص ده، دي ميتابوليك اسيدوسس. والسي او 2 اللي ناقص ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ريسبيراتوري، ده ريسبيراتوري الكالوسس. مين ماشي مع الدي اتش؟ الاسبيرات، يبقى ده اللي ابتدى الاول، يبقى ده الاسبيرات اللي الكالوسس. امال ده كان ايه؟ ده رد فعل متاخر، مش متاخر، هتيجي الحاجات دي بعد كده. المهم ان انا ما استعجلش في الاجابه، خلاص ما استعجلش في الاجابه. او في طريقه ثانيه استكانيه شويه، الريسبيراتوري، حاجات الريسبيراتوري دايما بتمشي عكس البي اتش. بص ادي دي عكس دي، والحاجات الميتابوليك بيمشوا مع بعض. لكن الفهم مهم، ان انا بفهم القصه مش ازاي، هتفرق معايا. انا اول ما تجي لي بي اتش كده اسميها دي، والله يا اسيدوسس. بي اتش او 3 اسميه ده برضه، ده ميتابوليك، بسكته كده ميتابوليك اسيدوسس. الريجر بتاع السي او 2 خلاص طالع مثلا 30، خلاص اسميه، بس ده ايه؟ ده ريسبيراتوري الكالوسس. مين ماشي مع البي اتش؟ ده يبقى ده الاول، يبقى ده ميتابوليك اسيدوزيس، وده كان رد رد فعلي. دي طريقه الحل بشكل بسيط، اشوف مين ماشي مع البي اتش. مش قصدي طالع نازل، لكن انا قصدي في ايه؟ في المسميات. ده اسيدوزيس، مين الاسيدوزيس اهو، يبقى ده الاول، ده رد فعل. ده الكالوسس، وهكذا. تمام ماشي، اصبري بقى على رزق في الحياه، بارشل الحاجات دي. احنا بس ايه، عايزين نشتري الفكره، يعني خدي فكره واشتري بكره، خلاص هيجي كل ده جاي. بس انا اكون فاهم الموضوع، يعني قرايه البي اتش دي ان هو ما بيروحوش يقروا عندنا، قرايه الاي بي جي يعني، في ناس بتعتبر اللي هو اتنين شويه. لكن لو انا طبقته طبعا بشكل سيمبل في الاول، وبعدين مع الوقت يبتدي يزيد وكده. السنه الجايه بقى موجود تاني في ال، مش عارف السنه الجايه ولا في سنه 45، ان شاء الله يبقى عليكم في الريسبيراتوري سيستم. خلاص يبقى دي ايه؟ يبقى دي الفكره الرئيسيه اللي احنا هنبني عليها الكلام. خلاص طيب، ناخد فكره برضو قبل ما نخش على المحاضره في الاسباب. احنا عندنا اربع دروس، هنبتدي بالاولين لان هو ده تبعنا، الميتابوليك اسيدوسس، هو ده المفروض اللي علينا، المفروض ياخدوه في الاسباب. بس قالوا لا، نشرح كل حاجه وربنا يكرمنا ان شاء الله. قالوا يعني ايه ميتابوليك اسيدوسس ده؟ ايه الفكره في الميتابوليك اسيدوسس ده؟ تعرفها ان ال اتش سي او 3 بتاعتنا قليله. المصدر بتاع الكلام بتاعنا عامل ازاي؟ مش حلو، قل. فلما جم يناقشوا الفكره بتاعت ال اتش سي او اللي قالوا ايه؟ قالوا احنا عشان بس تبقى عارفين كده برضه، الكدني سبب رئيسي في الحكايه دي. الكدني سبب رئيسي في الحكايه دي، سواء في الرينال فيلير بكل انواعه، او في الرينال تيوبلر اسيدوزس. ده اتكلمنا في القصه دي لما جينا شرحنا ايه تبقى اسيدوزس دول، وقلنا ان هو يعني رينال تبقى اسيدوزس، يعني الكلى مش عارفه، هي مش فيش فشل كلوي ولا حاجه، لا دي حاجه في التريونز بس، هي مش قادره ري ابزورب ال اتش او 3. يبقى الكلى دي عامله ايه؟ حوار. الكلى دي سبب اساسي،
المشكله بالنسبه لنا ايه؟ سبب رئيسي واساسي. طيب لكن بس في حاجات تانية الصراحه، ايه بقى الابسيوس دي ممكن يقل ليه؟ مش تبع الكلى، حاجات كتير. ناخد شويه افكار. اول فكره الدي كي اي اللي هو دايابيتيك كيتو اسيدوسس، ايه اللي حصل؟ بيطلع اسيتون، في الاسيتون اللي بتحطوه على الضوافر عشان تشيلوا المانيكير ده، هو الاسيتون ده خلاص. اسيتون بيطلع من السكر في حاله نقص الانسولين، عشان العيان بيبقى ريحته اسيتون. طب الكلام ده السنه الجايه، ريحته الاسيتون بتاع البتاع اللي بيتحط على الضوافر يشيلوا المانيكير ده خلاص. المهم الاسيتون ده بيعمل ايه؟ بنكونسيوم الاتش يو 3. يعني كاننا لو عايزين نقول ميكانيزم عدل كده، نقدر نقول ان اتش يو 3 نقصت، it's a definition of metabolic acidosis. طب احنا بنتكلم عن حاجه برايمري مش رد فعل. برايمري دي نقصت في الاول كده. قد يكون failure of reabsorption. وده طبعا الفكره دي قايمه على renal failure بانواعه، وقايمه على ال RTA. أو يكون إيه؟ consumption، استهلك حاجة خدته وعملت منه مركب جديد، عملت بيه أسيد هيدروجين أيونز. زي إيه يعني؟ زي إيه؟ زي وجود الأسيتون. واحد بيشرب خمرة كميات كبيرة، حطينا في الكلمة دي الميثانول، الكيتونز بودرز، اليورين اهي معانا. خلاص اللاكتيك اسيدوزس ما علينا، بس يعني خد برضه فكره شويه، ايه حاجات ممكن تطلع في الجسم تكون سيوم الاتسوس تقللهولي، تاخده كده تقلله. زي مشهور جدا، ناخد بس المشاهير وبعدين بنقول الكلمه دي، المشاهير اللي هو السكر طبعا، مرض الدي كي ايه ده اللي احنا بنقول مثلا الاسيتون، او بيسموها كده على بعضها كده اسمها ايه؟ كيتون بودرز. طيب او يكون ايه؟ اسايل الميثايل الكحول، واحد بيشرب كميات مهيله بسكينيله، راح اتعمل له اسيدوز وبيغسل العيان ده، بيغسلوه له. خلاص؟ تمام؟ او اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده لو فاكرين كان فين؟ مين فاكر؟ السبسس، الشوك. عشان كده الشوك فيها ايه؟ ممكن يحصل لعيان ميتابوليك اسيدوز، ذا باد ساين، اللي بيطلع اللاكتيك اسيد ده يروح جاي جاي الاتش اتش الاسيد ده يتفاعل مع الاتش يو 3، الاتش يو 3 ينقص. خلاص اذا في ايه؟ في كونسيوم لاسباب الميتابوليك اسيدوز. في حاجات بتستهلك حاجات نتيجه انها بتطلع لنا، بتطلع بتلايبريت هيدروجين اينز، او بتلايبريت، او بتبقى سورس للاسيديتي. وفي ان الكلى فشلت في ده، في ان ممكن تكون الكلى فاشله في انها تعمل لنا ري ابسوربشن للاتش يو 3. لا، في حاجه ثانيه. ايه؟ في على مستوى الخليه اسيدوز يحصل، على مستوى الخليه اللي هو بيحصل امتى الاسيدوز ده؟ في ظاهره اسمها خدناها قبل كده هايبر كاليميك اسيدوز. ثلاث ارباع الاسيدوز هي هايبر كاليمي، ما عدا بعض الحالات بتاع رينال تيوبر اسيدوز اللي بتطلع البوتاسيوم او حاجات ممكن تكون انتستاينال او حاجه فيها دائريه في البوتاسيوم بيفقد. دي ثلاث ارباع الهايبر كاليمي اسيدوز. ليه؟ لان انا بروح مدخل، انا البوتاسيوم بتاعي عالي، بروح مدخل بوتاسيوم جوه الخليه، فالخليه تعرض عليا عشان تدخل بوتاسيوم انها تطلع هيدروجين. لما تطلع هيدروجين بتكونسيوم الاتش يو 3،
بتقلله، بتعمل معاه مركب جديد وتقلله. يبقى انا عندي كام فكره؟ 3 افكار. ايه ال3 افكار دول؟ اول فكره الكلى. ودي فكره يعني مهمه في الدرس. ليه؟ سواء انا بتكلم على كوريك ديزيز، سواء بتكلم على اكيوترينال فيلير، سواء بنتكلم على زي ما قلت الناس بتوع رينال تيوبر اسيدوزس، كلهم هنا. بس احنا ليه بنقول افكار؟ عشان تقول لك راحت فين الاتش سي او سي. ما واحد بقى في الشارع ما فيش غياب سكر. هنا في مركب جديد ظهر هو اللي عمل الحركه دي. في اسيدك فعلا انضاف للمساله، زي الميثانول، زي الايثانول، زي اللاكتيك اسيد بتاع الشوك، خلاص، زي الديكي الاسيتونز. هنا لا، ده مش جديد، ده طلع من الخليه. مين اللي بيعمل كده؟ حاجه ظاهره اسمها هايبر كاليميك اسيدوزس. طبعا هنا في الحته دي في دراجز كمان، في ادويه بتعمل اسيدوزس زي الاسبرين. يعني الحته هنا في ادويه بتعمل كده. دي ليها اكسبشن، ده الهايبر كاليميك اسيدوزس. في زي سب تايب اللي هي تيوبر اسيدوزس او حاجه كده، في الاصل البوتاسيوم العالي معاه اسيدوزس. دي الافكار بتاعت الاسيدوزس. طبعا هم بعد شويه في المحاضره هنقسمهم بطريقه ثانيه، نحاول نطلع دليل من الاي بي جي نفسه يعني. طيب الاسبيراتوري اسيدوز ايه؟ سو سيمبل عشان نقولها ببساطه، عنوان كده حطوه سموه هايبو فنتيليشن سندروم. يعني ايه بقى؟ زي ايه؟ امراض صدر، أمراض صدرية، خلاص التشيست فيها ما بيتحركش كويس، وبالتالي حصل إيه؟ يعني ما بيتحركش كويس، حصل ريتنشن للسي او 2. ولما جم يدوروا الموضوع ده لقوا إيه؟ من أول ما الريب تتكسر بعد عمل حادثة عربية والريب اتكسر، مش عارف يحرك صدره كويس. الأوبيز، الناس التخان، مش عارف يحرك صدره كويس. الناس اللي عندهم diaphragmatic paralysis، diaphragm boils، مش عارف، خش بقى على الصدر، pleural effusion، ميه على صدره، مش عارف يحرك، pneumothorax، الهواء، مرورا بالobstructive بقى اللي هو سدد في الصدر، زي مرضى مرض مشهور اسمه سي او بي دي، مرض مشهور اسمه برونكيال ازمة، كل ده عامل عند العيان ايه؟ مش قادر اتحرك، مش قادر ادخل اكسجين ولا اطلع سي او 2، فحصل سي او 2 ايه؟ ريتنشن. السيوتري تنشن بيعمل ايه؟ مع الماي بيعمل لك بقى برضه ايه؟ بيطلع لك اسيدك متين. يبقى هتلاقي دايما البريشر بتاع السي او 2 عالي. عشان كده استخدمنا في الاول نسيت اقول بس ان انا بعرف في تعريف الريسبيراتوري اسيدوزس يساوي ان البريشر بتاع السي او 2 مور ذان 45 مللي متر مركبي. معاكم بوزيشن معهوش، بس المهم اللي هي تعريف. طب ايه اسبابه؟ عنوان كبير كده بيسموه هايبوفنتليشن سندروم. واخش بقى في ايه؟ زي ما قلنا في اسامي كتيره ممكن تكون مش مهمه قوي عشان لسه ما خدناش التشيست. خلاص يبقى دي الفكره. نيجي للميتابوليك الكالوزس. ايه الميتابوليك الكالوزس طيب؟ قالوا الميتابوليك الكالوز ده معناه ان البي اتش اكتر من 7.45، صح؟ بس الاتش سي او سي طالما جه الميتابوليك يبقى اتش سي معانا. اتش سي او سي عامله ايه؟ زياده اكتر من 28 مللي متر مركب.
حلو قوي. ايه بقى اللي يخلي ال HUSD تضغط كده، تزيد كده بالشكل ده؟ ففكروا في حاجات كتير، فكروا في حاجات كتير. اول فكره تعمل الحركه دي الجي اي تي. الجي اي تي ان العيان عنده كرونيك او عنده فوميتنج بيرجع كتير. مش فاهم يعني انا لما برجع كتير بستهلك، برجع اتش سي ال، ساعتها جزء من الهيدروجين اينز اللي موجوده في الدم هتهرب على المعده، ساعتها تفك من المركب اللي اسمه اتش تي سي او 3 ده، تفك منه ويتبقى عندك الاتش سي او 3 بس عادي كتير. هتهرب ليه؟ طب تروح المعده ليه؟ عشان تعمل لنا حمض مش عارف الاتش سي ال ده بتاع المعده. فحاله الفوميتنج تلاقي العين جاله الكالوزز ميتابوليك. او اقول لك على حاجه ثانيه، استخدام الانتاسيد واحد طول الوقت عمال ياخد رانيتيدين، عمال ياخد بروتون بامب انهيبيتورز، بياخد مش عارف الانتاسيدز العاديه بتاعت الحموضه، مالها دي بتتفاعل مع الاتش سي ال في المعده تقلله، الدم يجي ريفلكس كده. طب انا عايز هيدروجين اينز اوديها المعده عشان ما عنديش. عشان كده لما نتكلم في الجي اي تي بعد كده يقول لك ايه، استخدام المفرد للانتاسيد بيعمل ريباوند اسيديتي. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني بيعمل رد فعل عكسي في المعده. في المعده الدم طبعا بيعمل اكتيفيشن، في المعده الاسيد بتزيد لان انا بهرب الاتش هيدروجين اينز وعايز اعمل هنا اسيد. استخدام الانتاسيد، لا في حاجه كمان في الميتابوليك برضو اللي هي الشيفت. الشيفت اللي هو ايه بقى؟ بص، الهايبو كاليميك الكالوزيس. ده ميتابوليك برضو. ازاي؟ انا البوتاسيوم بتاعي واطي في الدم، خليها تقول لي معلش هجيب لك بوتاسيوم بس هاخد قدامه ايه؟ هيدروجين. كل ما اخد هيدروجين يبقى ده لوحده فري كده زايد. طبعا ده ليه اكسبشن، لكن الاصل كده الهايبوكالينيا. خليكم عارفين قلناها قبل كده كتير، الهايبوكالينيا تعمل الكالوزس، الهايبركالينيا تعمل اسيدوزس في ثلاث ارباع الحالات. تاني الميتابوليك الكالوزس، هو ده تعريفه ايه؟ البي اتش فوق 7.45 ده الكالوز. لا بس عشان الميتابوليك ال اتش سي او 3 فوق 28 مللي اكليبات اللتر زياده. هي ثلاث افكار، يا اما العيال بتاعنا بتاع ال اتش سي ده عنده جي اي تي ترابلز، مثال صارخ الترجيع، خلاص ممكن يكون بياخد دراجز زي الانتازيد، او في حاجه تانية مهمه موجوده ساعات، واحد بياخد صوديوم بايكربونيت، بياخد اتش سي او سي. حد قال له خد كده الدواء ده، في دواء في الصغير اسمه كده كنا جايبين زي بتاع كده، فبيحل البايكربونيت ينفع برضه. طب واهم نقطه الشيفت، طب مين الشيفت؟ مين اللي مازال على الشيفت؟ الهايبو كاليميك الكالوزس. تمام، يبقى ده بالنسبه لي اسباب ايه بسيطه، الريسبيراتوري الكالوزس. فالاول نعرف تعريف، طبعا كلمة الكالوز زي ما اتفقنا معناها ان البي اتش فوق 7.45. طب يعني ايه ريسبيراتوري؟ يعني البريشر بتاع السي او 2 قل عن التعريف، قل عن 35 مللي متر مركب. حلو قوي. ايه اللي يعمل كده؟ جزء كبير جدا من الموضوع ده ريسبيراتوري ديزيز،
فيها بدل كلمة hypoventilation فيها كلمة hyperventilation. يعني ممكن هو ليه ساعات بنسمع مع الهايبوكسيا العادية من ضمنها البلمونري امبوليزم فتوش ما تهوش سي او 2 ستوبيل مثال زي ما قلت لكم البلمونري امبوليزم خلاص. طيب لكن في سبب تاني غريب اللي هو السايكوجينيك. في ناس بتدخل في نوبه نفسيه بيسموها ايه؟ اللي هو بيعيط كده وبعدين يعمل كده مش عارف اسمها ايه يتشحتف اسمها ايه؟ مين عارف؟ ده ريفلكس ما يكونش بيمثل بس اسمها ايه بالعربي؟ معايا ولا عنده؟ مين ما تعرفهاش؟ طب مين عارف الحكايه دي؟ بيفضل يعيط كده وانا كده ليه اسم العظم هيسو. هي حاجه نفسيه. يبقى احنا عندنا علم النفس بتاع السنه الجايه اسمها بانيك اتاكس. خلاص فضل يعيط كده لغايه ما بدا يعمل ايه؟ شوفوها ولا ما حصلت معاكم؟ المهم لما بيعمل كده كتير بيحصل ايه؟ سي او 2 بيطلع. بس مش نتيجه مرض نفسي سبايراتوري، نتيجه مرض ايه؟ نفسي. المهم نقدر نقول ان العنوان كله يمشي تحت كلمه ايه؟ هايبر فنتليشن. ماشي؟ هايبر فنتليشن. يا اما الهايبر فنتليشن ده نتيجه حاجه نفسيه خلاص، يا اما الهايبر فنتليشن ده اللي هو غالبا تبع البانيك والانكزايتي والقلق والعياط والحاجات زي كده. او الاصل طبعا الاكثر شهره بنشوفه كتير طبعا بنفهمه يكون عنده ريسبيراتوري ديزيز زي الهايبوكسيا عندها ريفلكس هايبر فنتليشن كده. هنا ساعتها بيهوش الايه؟ بيهوش السي او 2 وبيخش عندنا في مساله الريسبيراتوري اسيدوز. خلاص دي الاربع خمس ست افكار اللي احنا نعملهم زي مقدمه كده وبعدين ايه نخش في الموضوع. دي الحدود اللي هي اول بتاع فيها كلام اهي النورمال بتاعتنا البي اتش من 7.35 ل 7.45. الحدود دي بنسميها اسيدوزس، دي بنسميها الكالوزس. البريشر بتاع السي او 2 هنا بتقاس بطريقه ثانيه خلاص، فاحنا ايه المشهور جدا اللي هو بيتقاس بالملي متر مركري 35 ملي متر مركري لغايه 45. فدي مش هنحفظها مش مهم. البي اتش 20 برضه هنا هو ايه من 22 ل 26 هنمشي مع المحاضره يعني. فطبعا لو زاد عن 26 بنسميها الكالوزس، لو قل بنسميه اسيدوزس. خلاص ميجور سيكونس بتاع الاسيدوزس، الاسيدوزس ده عيبه ايه؟ دي برضو عايزين نتطرق اليها. الاسيدوزس او لو اعتبرنا ان الكلمه الادق هي ايه؟ كلمه اسيدينيا دي كلمه مهمه. ايه الميجور سيكونس بتاع الاسيدوزس؟ ايه عيبه يعني الاسيدوزس ده؟ هي عيب ان واحد يكون البي اتش بتاعته مش طبيعيه. لا مفيش حاجه. يبتدي من فين؟ من تحت هنا كده. الكوما الاسيدك الحاجات الحمضيه دي بتستولد، لو عايزين تعرف بس تفاصيل، بتستولد حاجه اسمها جابه. جابه دي بنسميها احنا بالعربي فرامل المخ فبينام. فعشان كده العين بينعس بينام بيجي له كوما والميتابوليزم بيقف. انت لما يحصل اسيدوزس ربنا سبحانه وتعالى ظبط درجة حرارتنا وظبط البي اتش وظبط مش عارف حاجات كتيرة جدا مظبوط. فلما حاجة تتلخبط الانزيمز بتقف. حاجة لما حاجة تتلخبط الانزيمز بتقف زي أي برنامج معمول كده تتلخبط في حاجة فيه في السيتنج بتاعته تبوظ.
فمن ضمن الحاجات اللي بتحصل الميتابوليزم بتاع المخ بيبقى، ودي حاجه هي اللي بتخليه خطر. عشان كده مثلا عندنا حاجه السنه الجايه ان شاء الله اسمها دي كي اي كوما، اللي بيسموها عامه الشعب ايه؟ غيبوبه السكر. وايه اللي خلى السكر عمل غيبوبه؟ مش الجلوكوز، لا، لان انت لما الجلوكوز عندك بيزيد من غير الانسولين بتضطر تحرق الفاتي اسيد عشان تطلع انرجي، فالفاتي اسيد اللي مطلعه لنا ايه في الاخر؟ اسيتون. فالاسيتون يوقف المخ. ايه هي غيبوبه السكر كده يعني؟ نفس الكلام، ليه في وريمك كوما؟ انت سأل نفسه هذا الكلام، هي كانت ايه فكره وريمك كوما؟ كده بتفضل بايظه 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 تماما لغايه ما الاي سي سي بتاعنا يقل خالص، فيحصل عند العيان المنهج بتاع الاسيدوزس ده بيخص. الحاجه الثانيه المهمه بقى ايه؟ سبيراتوري. الاسيدوزس او لو زي ما قلت لكم لو صح قوي تبقى اسمها اسيدينيا، يا اما سببه الريسبيراتوري يا اما الريسبيراتوري هيبقى رد فعل. هو هنا بيتكلم عن رد فعل ازاي الريسبيراتوري رد فعل. عشان كده شوف بس هنا، عشان كده الصح ان انا اكتب هنا ايه؟ الميتابوليك. خلاص هي مش تفرق، بس عشان الريسبيراتوري هنا رد فعل. ايه اللي بيحصل هنا؟ اول ما بلاقي ان انا عندي ال HCO3 قل، طبعا ده معناه ان الهيدروجين اينز سورس الهيدروجين اينز كتير يعني، التشيست بيروح عامل ايه؟ بيروح معلش يقول انا هعمل ايه؟ انا هطلع السي او2 عشان ما اعملش انا كمان هايبر. اذا رد فعل الريسبيراتوري سيستم ان بي هايبر فنتليت، وبالتالي الهايبر دي قدرت اقول ايه المشكله يعني؟ لا في مشكله الهايبر فنتليشن العنيف ده، ما انت بعد شويه زي ما كنت بتلعب ماتش كوره وتعبت، المصل دي هيجي لها ايه؟ فاتيك. مصر دي هيجي لها فاتيك، وبعدين هتخش بعد شويه ممكن تدخل في سبارات الفيلر وتحصل مشاكل. يبقى ايه؟ باخد بالي من القصه دي، ان في ردود افعال بتحصل سي ان اس الاول، ده الاهم مش الاول، الاهم الاخطر يعني. خلاص. وان الجيست طبعا بيكون لي رد فعل، سبيشالي لو احنا بنتكلم على الميتابوليك. انا طبعا نكتب بس كلمه ميتابوليك هنا بقى كده. طيب نيجي للكارديو فاسكولار. الاسيدوزس بيعمل حاجات في منتهى الغرابه، حاجات مش حلوه. بيجي على الهارت، اولا بيجي على الهارت يقلل ال سي او بي اللي هو او بيعمل ال سي او بي. ايه الكلمه دي اصلا؟ معناها لو كاردياك اوتبوت، يعني بيضعف حركة الهارت. يبقى انا يعني معنى كده ان انا بعد شويه لو ما عليكش السوس ده هخش في هارت فيلر. وبيجي هنا يعمل سيفير دايلاتيشن، بازو دايلاتيشن خلاص، وفينو كونستريكشن. البازو دايلاتيشن معناه ان البعض هيسرح كده ويبقى قدام الهارت ده كانه قدامه دنيا مهوقه كده. خلاص. الفينو كونستريكشن ده بيرجع الدم اسرع للهارت. بيحصل فينو كونستريكشن، الدم بيرجع اسرع للهارت، فده بيعمل بشكل ما ايه؟ بيعمل بشكل ما ايه؟ زي فوليوم اوفرلود كده. وانا عندي في الاخر الدنيا ضعيفه هنا اصلا، فده يقعد الدم هنا ما بيطلعش، وتبقى ايه نتيجه؟ هارت فيلر. يبقى اذا لو قريناهم كده بيقول لنا ايه؟ امبيرد كارديال كونتراكتيلتي، ارتيريال دايلاتيشن، اند فينو كونستريكشن، سنتراليزيشن اوف بلاد فوليوم. يعني ايه؟ يعني البلاد في الاخر هيقعد فين؟ في الهارت.
بيقعد في الارض، امال انت تودي دم على الارض، ارض ضعيف. فاهمني؟ عملت كنت اللي بيسموه في اللغه كده كونجست هارت فيلير. طيب انكريز في البلمونري فاسكو ريزيستنت، البلمونري فينيولز تبتدي بقى ايه؟ يحصل لها شبه فازو كونستكشن، زي ما يكون عملت له بلمونري هايبرتنشن. ريدكشن في الكاردر اوتبوت، الضغط هيوطى، وطبعا كل الاورجنز اللي بتاعها هيقل. ليه؟ لان الكلمه دي المحوريه بالنسبه لي، اللي هي كلمه ايه؟ سنتراليزيشن. كان حاطط الدم هنا. طبعا بعد شويه الدم اللي قاعد ده يعمل ايه؟ هيحاول يستمريت الهارت انه يتحرك، فيطلع لك الكلام ده تاخده ان شاء الله سنه خمسه، بيسموها بؤره كهربائيه. ايه ده معنى كلمه ان انا عندي مجموعه من الاريزميا هتظهر، مجموعه من الاريزميا هتظهر خلاص. ولو اديت حتى كاتيكولامين بيقول لك يبقى مفيش ريسبونس، كل ده بيعمله الاسيتيكس. كفايه ده، كفايه ده، يعني مش محتاجين حاجه خلاص. طيب خلاف ذلك بقى، الاسيدوزس ممكن حتى تفهم اللي بيحصل في الهارت ده بطريقه ثانيه خالص. انا عندي اسيدوزس مش سببه الهايبر كاليميا، اسيدوز عادي يعني كان سبب الهايبر كاليميا، يعني اسيدوز الهايبر كاليميا السورس بتاعها كتير جدا، في حاجه عماله تطلع اسيد، تعمل ايه بقى؟ يقول لك الخلايا ماشي، ممكن تاخد تقول له ماشي، فمطلع له ايه؟ بوتاسيوم. فيبقى النتيجه ان انا دخلت في مشاكل زي اللي شرحنا فيها البوتاسيوم كده. فالبوتاسيوم ده الواحد يقدر يعمل كل، يقدر يعمل شويه دول. فلو انت مش بس الاسيدوزز اللي بيبوظ الهارت، كمان الهايبر كاليميا خلاص. يبقى اذا في ميتابوليك افكت ان هو يعمل هايبر كاليميا، يعني تبقى ليها مهمه، هم بيؤدوا لبعض خلاص. خلاف ذلك ان هو بيخلي استجابه الانسولين للخلايا تقل، الاسيديك ماتيريال اللي هو الهيدرو انزيم كتير ده بيمنع ان الانسولين يربط على الخليه، وده يزود الجلوكوز، الجلوكوز يتحول لاسيد ونخش في دايليما خلاص. يزود الانيروبيك جلايكوليسيس، ده بيخلي في لاكتيك اسيد زياده، فتقدر تقول ان ايه؟ انها كلوز سيركل. الاسيدوزيس لو ما تعالجش يعمل اسيدوزيس. تقول ازاي؟ يخلي في انسولين ريزيستنت، الجلوكوز يزيد والجلوكوز بيتحول لكيتونز، فدي سكه. او ان يعمل لها هايبر كاليميا، هايبر كاليميا بتعمل لها اسيدوزس. او انه يشجع ان الخليه تحرق الجلوكوز من غير اكسجين، وده بيزود اللاكتيك اسيد. يعني عندنا ايه؟ كذا فكره موجوده في السياق ده. المهم الميتابوليك ده كان بالظبط كده ايه؟ كاننا مش هنوقف الاسيدوز ده خالص، الاسيدوز ده مش هيقدر يوقف يعني. طيب يبقى ده السيكونس على الاسيدوزس، الميتابوليك والريسبيراتي، ما عدا الحته دي رد فعل الميتابوليك، لان لو كان ريسبيراتي هتبقى دي البدايه رد الفعل خلاص، ادي الفكره بس. لكن كل ده بالنسبه لنا مساوئ الاسيدوزس، ده اوكي مساوئ الاسيدوزس. طيب ايه مساوئ الالكالوزس او الالكالينيا؟ يعني اتكلم بدقه شويه، ان انا فعلا لقيت البي اتش بتاعتي اكتر من 7.5، ماذا سيحدث؟ نفس الكلام، يعني هنلاقي برضو نفس البدايات كده، اخرنا سبيبرال واخطرنا واولنا الهارد برضو خطر، وفي النص تلاقي ميتابوليك وفي ريسبيراتور، طالما ما كانش السبب ريسبيراتور يعني خلاص. طيب نشوف كده ايه اللي بيحصل في الـ في الـ في الزبرن. لا مش انجابه بقى وينام وكده، بس حاجه غريبه جدا. البي اتش، البي اتش لما بتزيد قوي كده ويبقى عندي نقص في الهيدروجين اينز، مش هيدروجين اينز، بيحصل رد فعل عكس الاسيدوز. الاسيدوز كان بيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن، ده يعمل لنا فازو كونستريكشن.
السيدوز كان بيعمل الموضوع ده لاتنشن، الفاز معناه ارتري يعني، كان عامل زي ارتري. فيحصل ايه للبرين؟ يقل البلط فلو للبرين. ممكن على فكره بعض الحاجات تصل لسكه الانفاركشن والحاجات الفقريه دي خلاص، فتلاقيه بدا يهنج كده، مش ينام زي الجابه كده، اللي هو ايه يجي له كونفالجنز. لاحظوا ايه حاجه مهمه جدا عايز اقولها لكم في الالكالوزس، اكتبوها عشان مش مكتوب. الالكالوزس بيقلل يقلل الايونايزد كالسيوم، عشان كده العيان ساعات على مستوى المخ هنا عايز يكتبوها، فعنده مشكلتين. الكونستريكشن ده ليه رد فعل وحش، ونقص الكالسيوم الكويس الايونايزد يعني الاكتف، يعني نقص الاكتف كالسيوم ده يعمل له تيتاني وكونفالجن. تيتاني عارفين التيتاني اللي هو كاربيتال سبيس، والليسورجي يعني كسلان كده، او ليبيان نعسان. ستيوبر معنى ردود افعاله فيها ديلايد ريسبونس. كل الكلام ده لما تجمع نقص الكالسيوم مع نقص البلاد فلو، لما تجمع نقص الكالسيوم مع البلاد فلو تلاقي ده ايه؟ ده رد الفعل يعني. خلاص؟ طيب على مستوى الهارت يكفينا بس كلمه واحده، كورونري فازو كونستريكشن، مش عايز اكتر من كده. انت لما تعمل فازو كونستريكشن مشكلتك الأساسية في الهارت في الكورونري، مشكلتك الأساسية فين؟ في الكورونري. خلاف حاجة تانية، نص هنا كالسيوم مع فازو كونستريكشن، هنا بقى إيه؟ هايبوكاليمي مع كورونري فازو كونستريكشن. ماله الهايبوكاليمي؟ الهايبوكاليمي تعمل لك أريزميا زي ما خدنا قبل كده. الهايبوكاليميا تعمل اريزمي، يبقى الهايبوكاليميا مع الكوري بازو كونستكشن. طب الميتابوليك زيها اللي فاتت، هايبوكاليميا نقص الكالسيوم، نقص كالسيوم مع نقص مغنيسيوم وهايبوفوسفاتيميا وهكذا. يبقى احنا عندنا الميتابوليك بتاع الالكالوزس عباره عن نقص كده مجموعه من الالكترولايتس، الاكتف كده الالكترولايتس الحاجات الحلوه الاكتف بتسهم يقل، ده مفهومه لان اللاكتوز معناها هيبوكاليميا. كالسيوم يقل لان الايونايزد هيقل، خلاص كالسيوم يقل بيأثر على باقي الحاجات زي المغنيسيوم والفوسفات. تمام. طب وريسبيراتوري زي ما اتفقنا كده، هل انا كنت ميتابوليك الكالوزس اروح اعمل ريسبيراتوري اسيدوزس؟ ساعتها هايبو فنتليت، اوطي شويه اهدي كده، لما اهدي سي او 2 يركب اصلح. لكن لو كان ريسبيراتوري الكالوزم من الاول، لو كان ريسبيراتوري الكالوزم العكس هتلاقي في هايبر فنتليشن غالبا. زي ما قلت لكم اكتب بس قدام كلمه الكالوز دي ايه؟ ميتابوليك الكالوز. تاثير الميتابوليك اسيدوز على السيستم. تمام. طب ليه؟ لان الريسبيراتوري مش ملوش تاثير، ده هيبقى البدايه، ده هيبقى سبب، مش هيبقى كده ده. دي الفكره بقول لك بتاع الالكالوزس والاسيدينيا والالكالينيا ومش عارف ايه، ان الارقام هي الاسيدينيا والالكالينيا والالكالوزس ده بروسس يعني، كانه الباثوجينيسيس دي كلام جدلي كده علمي مش مهم، لكن ده احنا نستعر بيننا كلمه اسيدينيا والالكالوزس هم زي بعض. لكن الالكالينيا دي ايه؟ دي معناها البلاد يعني، الحكايه دي فعلا موجوده في البلاد. ولا العيان عنده ما يؤدي الى اسيدينيا اسمها اسيدوز، عنده ما يؤدي الى الكالوزيس. خلاص. طيب ميتابوليك حاجه بنستخدم فيها الاتش سي او 3 النيجاتيف ده. طب ريسبيراتوري حاجه بنستخدم فيها البريشر بتاع السي او 2 ده. لذلك عندنا ايه؟ عندنا ميتابوليك اسيدوزيس والكالوزس فيها الاتش او 3. لو كان قل ميتابوليك اسيدوز،
لو كان زيت يقول لك الكالوبسيس. طيب بالنسبه للسبايرات برضه البلد بيستخدم فيها السي او 2، سي او 2 قل يبقى احنا بنتكلم في ريسبيراتوري الكالوس، سي او 2 زاد بنتكلم في ريسبيراتوري اسيدوز وهلوم بجد. يبقى اذا دي برضه ايه مين بنستخدمه؟ دي بتاعت الام اس كيو، مين بنستخدمه؟ ماركر للسبيراتوري انتريشن وخلاص، اي ريسبيراتوري غلط مين بنستخدمه؟ على الميتابوليك الاكسيوس ده. انت بتقول لي بس في حاجات تانية بتعمل كده، اشمعنى خدنا السي او 2 اشمعنى خدنا الاكسيوس؟ يعني مش دول بس مصدر الاسيد، خلي بالك بس مش دول بس مصدر الاسيد ولا دول بس مصدر الكريان في الجسم، اشمعنى خدنا دول؟ عشان دول الاكثر شيوعا وسهوله في القياس. بس لو السؤال ده جه على بالك يعني، عشان دول الاكثر شيوعا وايه؟ وسهوله في القياس. بص بقى جه هنا بيقول البي اتش، يعني خلي بالكوا ده اسمه عباره عن ايه؟ كيف نصل الى تشخيص من غازات الدم؟ ممكن تكتب عليها كده. هنبتدي بالبي اتش زي ما احنا اتفقنا، احنا في اسيدوز ولا في الالكالوزس؟ والله كنا مثلا في الالكالوزس. يس 100 100 خلاص. بيقول لنا بقى which reading fit with the change in pH؟ مين اللي معانا في البي اتش؟ سي او 2 معانا ولا اتش او 3؟ بيقول لك لو الاتش او 3 هاي والبي اتش هاي يبقى ميتابوليك، يبقى بيبقى دايما ماشيين مع بعض. طب لو السي او 2 لو والبي اتش كانت هاي يبقى ده ريسبيراتوري. مين اللي فيت مع البي اتش؟ زي ما اتفقت معايا، بص على السي او 2 بص على الاتش او 3 مين معاهم؟ ده الكالوزس. مين اللي يتقال عليه الكالوزس؟ والله الاتش او 3 يتقال عليها الكالوز، كانت زايده يبقى ميتابوليك. السي او 2 كانت قليله يبقى ده ريسبيراتوري. خلاص؟ لان انا بشوف مين فات مع مين. هنا بي اتش بتاعت 7.35 برضه هبص فين فات مع الاسيدوزس. السي او 3 قليله ميتابوليك، السي او 2 زياده ريسبيراتوري. تمام؟ يبقى هو از ذا بروبلم، وات از ذا بروبلم؟ في مشكله في البي اتش ولا مفيش؟ طب ايه هي؟ وبعدين بعد كده مين ماشي مع البي اتش؟ مين اللي ماشي معانا مع البي اتش؟ ادي الفكره يعني سمبل اسيد بيز ديز اوردرز. بص دي حلوه قوي، ميتابوليك اسيدوز بس كله لو اهو، بي اتش لو. طب ومين لو معانا؟ اتش يو 3. طب ليه دي بقت لو؟ ده كومبنسيشن اسبيراتي اسيدوزس. بص بي اتش لو وماشيين عكسها من هاي. طب فين البدايه؟ اسبيراتي زاد. طب ده زاد ليه؟ عشان يعوض الميتابوليك الكالوز كلهم هاي. خلي بالكم بص لو كلهم هاي ميتابوليك الكالوز، كلهم لو ميتابوليك اسيدوز، ماشيين كلهم مع بعض في الاول تعرف انها في الميتابوليك. ليه كلها ماشيه مع بعض؟ كله قليل كله واطي كله عادي. طب ماشيين مع بعض بس في الواطي اسيدوز، مش مع بعض بس في العالي الكالوز، عكس بعض عكس البي اتش. البي اتش لو وهم هاي اكيد ايه؟ اسيدوز ريسبيراتوري. ما في الاول نحط القاعده دي بس. بص البي اتش والاتش يو 3 البريشر بتاع السي او 2 كله مع بعضه سواء بالنقص او بالزياده، ده يفتح مجال ايه؟ الميتابوليك. طب كله بالنقص يبقى اسيدوز، كله بالزياده يبقى الكالوز. لا ده البي اتش في حته وال اتش او 3 والبي سي او 2 في حته ثانيه. طيب ابص على البي اتش ده طبعا معناه ريسبيراتوري. طيب البي اتش قليله والباقي عالي يبقى ريسبيراتوري اسيدوز، بي اتش زياده والباقي قليل يبقى ريسبيراتوري ايه؟
الكلام. طب والله حد يقول لي طب ولما ايه بص يوتيوب لسه عكس بعض ما دام مش مع بعض. لا ده ميكس مش معايا دلوقتي. بنتكلم في السو سامبل واي يعني في الابسط في البسيط في الحاجات البسيطه. خلاص يبقى في مع بعض اهو. مع بعض اهو. تعرف انه سكه الميتابوليك خلاص. لو كان في الاسيد اسمس ولا عليه بقى الكلام. لا عكس البي اتش بس. من بعضهم ايوه بس مش عكس البي اتش بس. كان واطي يبقى اسيدوس البي اتش يعني. كان عالي يبقى الكالوس. دي برضه ايه؟ طريقه سهله وبسيطه. وهو هنا عمل حاجه اسمها روم. قال لك ايه؟ الريسبيراتوري اوبست والميتابوليك ايكوال. الريسبيراتوري اوبست يعني عايشين عكس بعض والميتابوليك ايه؟ ايكوال عكس بعض بس البي اتش ارجع لها في الاخر قليل. سيلوز زياده الكالوس. مع بعض مع بعض في العالي الكلام مع بعض في الواطي اسيدوس. ادي على كلمه ايه؟ روم. خلاص هنا بقى بيدينا الحكايات اللي احنا وصلنا لها يعني. ايه الامثله على الاسيدوزس والريسبيراتوري وايه الامثله على الالكالوز؟ في حاجات صعبه بس يعني ما علينا. سي ان اس ديبريشن هو هنحط عنوان من فوق كده بس هايبو هنا هايبو ventilation خلاص سندروم. فانا عندنا ايه او كده الحاجات دي زي ايه اللي يعمل لك سندروم؟ قال لك والله الديبريشن بتاع السي ام اس. وانا اعتقد ان دي دول مع بعض بالادويه مثلا زي الانستيزيا المورفين السيرتيف حاجات هدت السي ام اس. خلاص بعد كده زي الستروك مثلا كان العنوان ده دول تحتي يعني تشيست بقى انفكشن دول تشيست الاير واي اوبستراكشن الازمه الامفيزيما اسامي صعبه شويه ممكن تدخل في نخش شويه بس اسامي صعبه دي ار دي اس واحد اتخبط في صدره ميكانيكال هاد مفيش حد حط نوع على جهاز تنفس صناعي وراح موطي الريت العين جاله باراليسيز اكتبها هنا كده باراليسيز تشيست وول مصل اور ذا فراجماتيك باراليسيس الاوبيسيتي كل دول امراض عصبيه عشان كده مش عايزين نفصل في بس صعب زي البوليو ايه في الاطفال ما يكفينا عشان اطفال لا المهم يعني امراض عصبيه الاوبيسيتي غير السن ده تبع الريسبيراتوري ايه؟ اسيدوس. طيب اللي تبع الريسبيراتوري الكالوس فكره فيها ايه؟ جزء نفسي زي الانكزايتي والسايكوزيس اللي هو قلت لكم عليه اللي هو بيشهد فبيهوش السي او 2 برضه. هنا ده بيقلل الخروج السي او 2 ده اسمه هايبو فنتليشن ده اسمه ايه؟ هايبر فنتليشن. اما حاجه نفسي خلاص او حاجه مأثره على السنترز بتاعت السي ان اس فخلت فيه لا تكتني خلاص. يا اما واحد طلع جبل زي مثلا سانت كاترين كده حصل له هايبوكسيا فوق ممكن يموت. سمعت عن ناس طلعت ماتت قبل كده خلاص. بعض الادويه بقى خلاص بالمونري امبوليزم ده كان موجود في درس بالمونري امبوليزم ضمن الحاجات اللي بتعمل هايبوكسيا بنلخصهم دول ايه؟ هايبوكسيا تشيست ديزيز عاملة هايبوكسيا حاجة التالتة سي ان اس ديزيز سواء مؤثرين على السنترز أو حاجة سايكوجينيك. الناس اللي بيقعدوا يتشحتفوا دول بيجي لهم سايكوزس بيجي لهم هايبو فنتليشن سوري يجي لهم موش للسي او 2 فبنخليهم يتنفسوا في كيس مش عارف سمعت الحكايه دي ولا لا. بنخليه يجيب كيس زي اللي بيطلعوا مثلا من الطياره يجي لهم بانيك
طيران في كيس كده في الطياره الناس بترجع فيه، الطيارات كده في كيس عشان الناس ترجع فيه. المهم ساعات بيلبسوه الكيس ده، فالهواء اللي بيخرج بيبقى فيه سي او 2 يخليه ياخده تاني، فيبتدي ايه الدنيا تهدى بدل ما يخش في الكالوزس، والالكالوز بيدخله في تيتاني او كونفانشن. فلما تلاقي واحد متوتر تلاقيه، اقول لكم مثال لو انتم بتشوفوا افلام، كان في فيلم اكس لارج خلاص، فالبنت كانت راحت للمطار يدينا زمان غيرهم، فكان بيجينا ستريس، هو شيخ وزفير حد يقول الفيلم ده بيعلموهم ايه، طبعا ده ممكن يموت الحكايه دي بسبب المشكله، بيعلموهم ينظموا النفس. الناس دي جدا بتتعرض لموقف في ستريس، بتلاقي بيجي له هايبر فنتليشن، ده جزء من الحاجات اللي بتعمل الكالوس، ممكن بعد كده يخش في تيتاني. في تيتاني بيسموه ستريس، ستريس انديوزد تاكيبنيا، اذا يبقى خايف او متوتر او وات ايفر يعني الحكايه. حد شافه؟ الميجر كوزز الحمد لله، الميجر كوز في الميتابوليك الكالوز، قلنا الحكايه بتاعت البيت عشان انتوا فاكرين دي اللي هي زي الترجيع خلاص. تمام، ان العيان يفقد الهيدروجين ايونز، بيحصل شيفت، حاجات كتير يعني. نشوف شويه، نضيف بقى هنا شويه حاجات على اللي قلناها، الترجيع والميزو جاستريك سكشن، عطب يرجع فقد ال اتش سي ال، فده اسمه جاله الكالوز ميتابوليك مش زباله. او ركبنا له انبوبه الرايل، اسمعوا الرايل، ركبنا له رايل وشفطنا الجاستريك كونتنت، لأي سبب يعني ممكن نعمل كده لما بيكون مثلا واحد عنده تسمم، سمعتوا الكلام ده اللي بيسموه ووش في السموم، افورت انا بقى، فرحت شفت له ايه ال اتش سي ال، المهمه دي بتعمل الكالوز خلاص. واحد واخد انتاسيد في ادفانس ادرينال فيل اللي هي عقدة الحموضه دي، فالانتاسيد بتعمل ايه زي ما اتفقنا، بتتفاعل مع ال اتش سي ال تقلله في جسمك ويبتدي يهرب الهيدروجين ايونز كلها تهرب للمعده. رينا الهيدروجين لوس حالات ممكن تعمل لنا، خلينا نقول برضو بشكل واضح كده، تعمل لنا هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا يعمل لنا الكالوزس، زي استخدام المفرط للوب دايوريتك مثلا او سايزايد، ما دي بيسموهم بوتاسيوم لوزنج دايوريتكس، بيفقدني البوتاسيوم. واحد عنده زياده في الالدوستيرون اللي هو اسمه مرض اسمه كونز، ما اعرفش كنا جبنا سيرته ولا لا، الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيطلب البوتاسيوم خلاص. الموضوع بتاع الهايبر الميلك الهايبر كالسيميا والبوست هايبر كابنيك الكالوزس ده يعني هيجي بعد كده، بس يعني سيمبل الميلك الكري سندروم ده عامل زي اللي هو واحد بيشرب لبن كتير، بس عارفين بيشرب لبن كتير فعمل له ريباوند انه قلل ال اتش سي ال في معدته جامد جدا، فراح برضه سحب الهيدروجين ايونز من الجسم. لكن هي الحاجات دي هيجي تفسيرها بعد كده. الشيفت ده قلنا في اي حاجه هايبوكاليميا يمشي برضه مع الحكايه دي عادي. واحد بياخد الكلي ادمنستريشن، قلنا واحد وصف الواحد صوديوم بايكربونيت، عارفين في ايه، في حاجه فيها بايكربونيت مشهوره جدا، بايكربونات الطعميه، الطعميه بيحطوا عليها بايكارب عشان تعمل شكل كده، معرفش البنات عارفين ولا لا، تقعد طعميه عشان الطعميه تبقى شكلها حلو يعني. يعني لو انديوزد الكلوروهيدرا دي، لو حاجه انديوز بالدواء، خد دواء، لكن البرايمري اللي هي ميكانيزم ايه؟
خلاص الكونتراكشن الكالوزس اللي هو ناسف ريسس فوميتنج سويت لوس، مش شايف لها فرق بصراحه عن الجي اي تي خلاص، لكن هو يمكن سيفيريتي اكتر يعني. يعني يمكن الكونتراكشن دي تبقى عليها كده عشان بس بعد شويه، يبقى معاه هايبو فوليميا، وصل لمرحله بدل هايبو فوليميا لوس يعني بيسموها كده. ده ابروتش لطيف كده في الميتابوليك الكالوزس، بيقول واحد احنا شخصنا ميتابوليك الكالوزس، خلينا بس نقول حاجه نكتبها مع بعض كده، يعني ايه شخصنا ميتابوليك الكالوزس؟ مين يقول لي؟ يعني يقولوا لنا الارقام الثلاثه، يقول لي الارقام الثلاثه يبقى بعد ما نشخص ميتابوليك الكالوزز نخش في كده. هنشخصنا ازاي؟ البي اتش فوق 7 45 حاضر، البي اتش فوق 7 45، البريشر بتاع السي او 2 يعني اتفقنا ان الاستعداد بيعمل ايه؟ بيعملوا مع بعض. البريشر بتاع السي او 2 زياده يعني فوق ال 45 مللي مركري، ال HCO3 فوق ال 26 على كلام الايه؟ المحاضر يعني 27 28 29 30 حاجه كده. ماشي كله عالي اهو. ده معنى كده. انا بقى مش عارف السبب، انا عندي 100 سبب. مش قلنا ممكن يكون عندي انتسد ترجيع، حاجه بتعمل هايبوكاليميا. عندي كده فيلم كده. قالوا خلاص اسس الفوليوم لو فكر في حوار الكونتراكشن ده يرجع، شلنا له النونز الاستك سكشن بياخد دايوريتكس، يبقى كانه ايه؟ كان الحته دي معلش كده هنقسمها بعد كده لايه؟ لهايبو فوليميك ونورمال فوليميك، عشان بس الجدول ده مش حلو. دي كانها هنقسمها لايه؟ هايبو فوليميك ونورمال فوليميك. لو لو فوليوم يبقى السبب ليه علاقه بالايه؟ الحاجات بتاعت الجي اي تي في الغالب، او يكون بياخد حاجات منزله الميه ونزلت البوتاسيوم. لا والله نورمال. بص بيقول نعمل ايه؟ نأسس الضغط والبوتاسيوم، نأسس الايه؟ الضغط والبوتاسيوم. هاي بلاد بريشر يبقى ده مين؟ ده كونز. هاي بلاد بريشر ده ممكن يكون ايه؟ هايبر الكوليسترولز. خلاص بوتاسيوم طبعا بيبقى فيه واطي عادي. طب نورمال بلاد بريشر ممكن يكون بيعمل بياخد اكسوجينس الكلاين، ممكن يكون واخد ايه؟ اكسوجينس الكلاين. تاني نعملها تاني. بص عندنا حاله فيها ميتابوليك الكالوزس، شخصناها ازاي دي؟ البي اتش اكتر من 7 45، الاتش يو 3 زياده، البريشر بتاع السيو زياده. خلاص لو انت فهمتهم هتلاقيه كله بيزيد مع بعض، مش فاهم ركز لغايه ما تجيب السهل. هو ماشيين بعد كده على مين؟ على الفوليوم. لو فوليوم العيان ناشف يعني دراي، العيان مفيهوش قديمه قصدي ما فيهوش ضغط، وهايبو فوليميك وجلده مش عارف عامل ازاي وحاجات زي كده، سموه كونتراكشن. ده ماله ده؟ فكر بقى جي اي تي لوس ترجيع ولا سكشن ولا مش عارف ايه، ولا بياخد دايوريسيز كده؟ لا ده العيان كويس، الفوليوم بتاعه كويس. شوف الضغط والبوتاسيوم، ضغط عالي بوتاسيوم واطي كونز، او هم بيسموه كونز ما اعرفش ليه، الهايبر الستريس. لا العيان ضغطه كويس، البي بي بتاع العيان ده كويس، ممكن يكون الحكايه دي عباره عن ايه؟
حاجات السوشيالست. السوشيالست دي قد تكون الكنوز او حتى انتست. خلاص نوصل. ماشي، حد لاقي سؤال؟ المره الجايه نبتدي بالكويز على الموضوع ده، على احنا الجزء اللي احنا خدناه بس، مش الحته دي يعني، قصدي من اول مبتدئين. هو مش الموضوع مش باقي مش كتير وسهل اللي جاي ان شاء الله. ماشي.